السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عملية تصميم برك السباحة لتكون أكثر فعالية وأكثر كفاءة؟ طيب، الماء في العمارة الإسلامية هو رمز للحياة، لأن في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء. فالماء مرتبط بالحياة والإطهار، رمز للنقاء لأن هو عنصر الطهارة في الوضوء قبل الصلاة. فأي كتاب فقه بتلاقي الكتاب بيبدأ بالوضوء، لأن هو المفروض يبدأ بالصلاة، بس قبل الصلاة لازم يتعلم الوضوء. فأول باب في أبواب الفقه تقريبا في كل كتب الفقه الوضوء، وبعد كده الصلاة، وآخر باب الجهاد، حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الوضوء. وبرضو المية رمز للسكينة والهدوء، ورمز للجمال، بيدي لمسة جمالية على المباني. وفي الأول كانت البرك بسيطة خالص، إن بعد كده بدأت تتطور، يعني الأول كانت ساكنة، وبعد كده بدأوا يهتموا بالزخارف، وبعد كده بدأ يبقى فيه حركة. هتلاقي قصر حمراء مميز بالبرك الماء اللي موجودة فيه، وكذلك مثلا تاج محل في الهند، يعني البركة المية اللي موجودة قدام القصر وانعكاس القصر على المية مدي منظر جميل جدا للمكان. وهتلاقي في العمارة الإسلامية النافورات، السقايات بحيث الناس تقدر تشرب في الطريق وعمل خير، الشبكات المائية متطورة جدا، النظم المائية. فدور المية في العمارة في وظائف بيئية، وبيحسن الهواء ويحسن المناخ ويوفر الرطوبة، جمالي، بيدي جمال للمباني، ترفيه، في أنواع من أنواع الاستدامة عشان تقنيات حديثة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها. وفي طبعا نوافير ذكية بتقدر تتحكم في تدفق المياه وإضاءتها، وفي حوائط مائية بحيث إن المياه تبدأ تنزل عشان تعمل عزل حراري وترطيب هواء وتوفير مساحة خضراء. طيب، نبدأ ندخل بقى في السؤال بتاعنا، اللي هو: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عملية تصميم برك السباحة تكون أكثر فعالية وأكثر كفاءة؟ بداية، أهم حاجة في الذكاء الاصطناعي إن هو يقدر يحلل داتا كتيرة جدا ويستخلص منها المعلومات. فهو بيجمع كمية كبيرة جدا من الداتا متعلقة باستخدام حمام السباحة، زي أنماط الاستخدام وظروف الطقس واحتياجات المستخدمين. فيقدر يعرف ويبدأ يتعلم، يعني التعلم الآلي، إن هو كل شوية بيشوف الناس بتستخدم المية إمتى، بتستخدم حمام السباحة إمتى. يعني كان في واحد مثلا في درجة حرارة متظبطة على بركة السباحة، لكن هو كان بينزل 19 بالليل، الناس مكانتش متوقعة إن هو بينزل في الوقت الباردة، فالمية كانت برد فهو اشتكى. فالمفروض بقى إن الذكاء الصناعي بيبدأ يعدل درجة الحرارة أوتوماتيك حسب بيشوف المستخدمين وأكتر حاجة إمتى. فهو بيفهم احتياجات المستخدم، يعني ممكن يكون عندنا عيلة كاملة وكل عيلة ليها فكرة معينة، فممكن نحطهم كده في الخلاط مع الذكاء الاصطناعي، يبدأ يشوف ايه الفكرة اللي تكون متناسقة مع الآراء، ويقدر يفهم احتياجات المستخدمين الفردية زي حجم الأسرة وأنواع الأنشطة المائية المطلوبة والسن بتاع كل أسرة. ممكن شخص كبير محتاج مثلا ارتفاع معين لحمام السباحة، في شخص تاني محتاج حاجة تانية، وهكذا. فنقدر نعمل تصميمات مخصصة، يعني ممكن مثلا في عائلة طلبت حاجة والعائلة اللي جنبيها نعمل لها حاجة تانية خالص نظرا للمساحة المتاحة والميزانية والخصائص الجمالية. ممكن يعمل لنا تحسينات لحجم البركة وشكلها. في نوع من أنواع الذكاء الصناعي إن هو بيحول التكست لبرومت، فإنه يتكلم معاه ونشوف اللي بيحبه ونطلع له كذا صورة لحد ما يختار الصورة اللي هو عايزها، بيساعدنا برضه في التصميم. ممكن برضو يراقب لنا جودة المية وفي الوقت الفعلي، ولو في أي حاجة فيها مشكلة يبدأ يقول لنا. برضو من ضمن المزايا إن هو بيتنبأ بالمشاكل، فلو في حاجة هتحصل بيبدأ يتنبأ، مش تنبؤ، وإنما هو من تجارب سابقة كتيرة جدا اكتشف إن لما بيحصل حاجة كارثة معينة في تمهيدات ليها، أو في مثلا حاجات بتحصل قبليها، فيبدأ إن هو ينبهنا لحاجة زي كده. اللي يقدر يساعدنا في ان هو يجيب لنا افضل تصميم لاستخدام المية وتقليل الهدر بتاعها. ممكن برضو احط له الاكواد، زي مثلا الكود الدفاع المدني او كود حماية السباحة او كود الخرسانة، ويعمل شيك عليا لو اكتشف ان انا ارتكبت اي خطأ، يبدأ ان هو ينبهني ليه.
وفي كذا شركة مهتمية بالذكاء الاصطناعي، في مثلا بول مينيتور بتراقب جودة المياه بحيث يدي تنبيه قبل ما الحاجة تحصل، في أكوا لينك التحكم الذكي في برك السباحة من خلال الموبايل تقدر تتحكم في حاجة زي كده. فهو بيساعدنا في حاجات كتيرة جدا زي تحسين الفعالية والكفاءة وتوفير تجربة مستخدم أفضل، تعزيز الاستدامة، وبيطور كل شوية بيطور نفسه بحيث إن هو يسهل علينا التعامل مع التصميم حمد سباحة.